بجد بقى، ده بجد بقى، إنا لله وإنا إليه راجعون. اوعى تكون سبتني يابا غضبان عليا، فاكر اني قتلت عشان السياسه؟ والله عمري ما دخلت السياسه ولا اعرف عنها حاجه. يا رب يا رب، انت الوحيد اللي عالم اني مظلوم، والنبي فاهمه، مش عايز يكون زعلان مني. يابا يابا، انا ما عملتش حاجه غلط والله العظيم يابا، انا عملت الجدعنه والرجوله اللي انت علمتهم لي، ما وطيتش راسي ووقفت مع الحق. مش ده كلامك؟ وما جيتش على كرامتي زي ما علمتني. يابا انت في دار الحق يابا، اكيد عارف اني مظلوم. والله العظيم مظلوم. بس تصدق يابا، انا حاسس ان انت في حته حلوه قوي يابا دلوقتي. اقول لك ليه؟ مش ربنا قال لنا ان كل واحد في الدنيا بياخد حق 24 قراط؟ انت كنت تعبان قوي في الدنيا، اكيد ربنا مفرحك دلوقتي صح؟ يا رب طمني عليك النبي. بس انا زعلان منك يا حاج امين، زعلان منك عشان انت قلت لي ان احنا غلابة، ما قلتليش ان احنا غلابة قوي. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ليه حق عندك وجاي ياخده؟ حق ايه يا محق؟ قسما بالله العلي العظيم، لو فتحت بقك بنص كلمة لكون ضربك 30 جزمة فوق دماغك. اتفضل بص في الورقة دي، وانت اللي هتضرب نفسك 100 جزمة. ده تحليل الدي ان ايه؟ لابنك اللي انت قتلته في بطني وقتلتني معاه. التحليل ده مزور، وقلت لك بدل المرة 10 ده مش ابني، انت الوحيدة اللي عارفة مين ابوه. ابن الحرام ما يتبكيش عليها سهام. لا لا يا سيف، ده ابنك اللي انت قتلته. انا مش هسامحك عمري كله. انا ابني اللي قتلته، وعلى شرف اللي طعنتني فيه، والايام بيننا، وحقي هاخده، ولو اخر يوم في عمري يا سيف يا عديدي. فيها يا بنت ما تفوقي، انت جاي تهدديني هنا في بيتي ولا ايه؟ قسما عظما لو عتبت هنا تاني لمعلقك بمسمارين على باب الشقه، فاهمه ولا لا؟ بره بره. يلا هطلع. يلا طلع. سلامة. طلع يا سيف بيه حديدي. طب يلا، وحقي هاخده والله، والايام بيننا، وريني، وبكره هثبت لك. ماشي، تعالي لي بقى هنا قبل ما تمشي. قسما بالله لو عتبت البنت ده تاني، انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ سامعني؟ يلا بره. اوعى. يلا اوعى. حيوان؟
ليه بس كده يا ست هانم؟ انا مش قايله لك يا غبي تروح تجيب لي شامبو للشعر المجهد، راح تجيبه لي للشعر العادي. عادي هرجعه تاني يا ست هانم. لا مش عادي، انت لسه عايزني افضل مستنياك لحد ما تروح وترجع لي ان شاء الله ولا ايه؟ وليه الغلط ده يا ست هانم؟ ما قلنا هنرجعوه خلاص. شويه فلاحين معفنين مالت البلد. في ايه يا منال؟ بس هعمل ايه دلوقتي؟ تعالى ايه؟ انت كمان بترد عليا؟ انا رديت ولا فتحت خشمي؟ تصور انت ايه الادب وغبي. الله الله، ليه الغلط ده بس يا ست هانم؟ اخلص خالص، مش عايز اسمع صوتك. خرست خلاص. ايه في ايه؟ بتزعقوا ليه؟ مفيش، كالعاده بواب قافل ما بيفهمش. معلش يا عم عوضين، روح انت دلوقتي. حاضر يا باشا. استنى يا زفت، خد تروح وتيجي بسرعه، عارف لو رحت كده ولا كده هقطع خبرك. جرى يا منال؟ في ايه؟ اتكل على الله يا عم عوضين. اوعي. ايه في ايه؟ في هشام خضتني. خضتك؟ وانت خنقتي الناس كلها وطلعتي عينهم وكفرتيهم يا شيخه يا ساتر. ممكن افهم ايه الاسلوب ده؟ ده الاسلوب الوحيد اللي يتناسب مع اسلوبك اللي عايز الحرق ده. انت ناوي على خناقه بقى؟ لا انا اسف جدا، متاسفين عطلنا جنابك. اما انا اللي انت كنت بتعمليه مع البواب ده كان ايه؟ خناق ولا وصلت غنى؟ وانت مالك بالبواب؟ بني ادم، بني ادم يا شيخه، هو لازم ندوس عليه؟ اكمنه ضعيف وغلبان ومش هيقدر علينا. بجد انا مش مصدقه انت ازاي ظابط وفي امن الدوله. والله انا ظابط امن. امن يعني امان، ودوله يعني مواطنين، يعني انا ظابط امن المواطنين، مش المطلوب مني ان انا انزل لهم وعايشهم في رعب. وانت مصدق بقى الكلام ده؟ انا مصدق الكلام ده، دي رؤيتي اللي انا عايش بيها طول عمري وهفضل عايش بيها لغايه لما اموت. براحتك يا حبيبي، بس يا ريت ما تقولش الكلام ده لحد من صحابك، وخصوصا في الشغل، علشان يا حبيبي مفيش حد يقول الكلام ده غير شاعر، رسام، صحفي، مش ظابط في امن الدوله. يا دي امن الدوله، يا دي امن الدوله اللي مجنناكي. هو انا لازم ابقى دراكولا ومص دم الناس عشان ابقى ظابط امن دوله وعجبك؟ ده ايه العيشه المرار دي يا ساتر؟ ما تجيش ورايا. عيشه تفلق. ايه ده، تليفون جديد يا نون؟ وخط جديد كمان مش باسمي، بابا جابهولي عشان اعرف اكلم ادم. الو. ايوه يا عامر، ايه الاخبار؟ هو كويس دلوقتي؟ طب اديولي اكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تليفون عشانك ادهم. مين؟ الو. انا مش كنت بكلم خطيبي دلوقتي؟ ايه اللي دخلك على الخط؟ صوتك احسن النهارده الحمد لله، انت كويس؟ الحمد لله. طيب كويس. بقولك ايه، عندي ليك خبر هيفرحك قوي. الظاهر كده ان هم قربوا يلاقوا اللي سرق ريتشارد. ايوه، اصل في فيديو من اللي كانوا على الهارد المسروق لقوه على النت، يعني على الاقل الفتره اللي جايه مش هيبقوا بيطاردوك انت لوحدك، هيبقوا ماشيين في سكك تانية كمان. ان شاء الله براءتك هتظهر قريب قوي يا ادم، اطمن. يا رب. طب اقولك على حاجه كمان، ده الظابط هشام نفسه اللي منهم انا ابتديت احس انه ابتدى يصدق انك بريء. هو هشام اللي قالك كده بنفسه؟ ايوه هو بنفسه اللي قالي كده. خدي بالك يا نانسي، اوعي تكوني وقعتي في الكلام معايا، الناس دي مش سهله. المهم انا مش عايزك تشيل اهم حاجه خالص عشان خاطري، وانا هكلم اهلك قريب واطمن عليهم واروح لهم كمان، وهبقى اطمنك عليهم. مش عايز حاجه تانية يا ادم؟ طيب اوكي، خلي بالك من نفسك يا ادم، تصبح على خير.